الحقيقة في مسلسل مكسر الدنيا دلوقتي والناس بتتابعه الحقيقة، مسلسل ضربة معلم، يعني بدأ يخترق كل شيء وبيحقق 40 مليون مشاهدة، ودي نسبة عالية جدا جدا الحقيقة. بطولة الفنان محمد رجب وكمان الفنان محمد نجاتي، الحقيقة يعني حاجة محققة في الشارع شيء مهم قوي قوي. على التليفون معي الفنان محمد نجاتي، أهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا استاذ سيد، ربنا يكرمك، الف مبروك، النجاح غير عادي الحقيقه. الله يخليك. متشرف بحضرتك ومتشرف بكل الساده المشاهدين وبقناتك المحترمه قناه الحدث. قول لي رد الفعل عامل لكم ايه؟ كنتوا متخيلين رد الفعل كده يا فنان، ولا انتم مفاجئين برد الفعل عند الناس، ولا نتيجه لانه الحقيقه مجموعه من الممثلين اللي عاملين شغل حلو قوي وعاملين اداء محترم قوي، هل مفاجئكم النجاح ده؟ والله الأول أنا بحمد ربنا قبل وبعد أي حاجة، عشان النجاح والتوفيق ده بيكون بإيد ربنا سبحانه وتعالى، مش بإيد أي حد تاني. ولكن ربنا برضو بيسبب الأسباب. لما بيكون عندك مخرج تقريبا بيمثل معاك بزوايا الكاميرا وبالكطات اللي بيعملها، لما يكون عندك مدير تصوير محترف زي محمد عزمي، المخرج طبعا الأستاذ إسماعيل فاروق، ما يكون عندك نجوم الناس بتحبها وبتراعي ضميرها في شغلتها وبتحب شغلتها، فبيبقى عندك نسبة توقع نجاح معينة. لكن اللي حصل ده بصراحة يعني فاق اللي احنا كنا متوقعينه، الحمد لله. ازاي يا اخي جالك قلب تخون صاحبك محمد رجب يا اخي؟ انا اقول لحضرتك حاجة يا سيد، اتعلمنا من ايد اساتذة كبار حاجات افادتنا في شغلنا دلوقتي. ما ننساش ابدا ان الدكتور مجدي احمد علي في مملكه الجبل علمني ان الشخصيه لازم تكون من لحم ودم. يعني ايه من لحم ودم؟ يعني ما فيش حد ملاك للاخر، وما فيش حد شرير للاخر، كل واحد فينا عنده نسبه فالهمها فجورها وتقواها. مظبوط، اتفضل. صلاح طول الوقت هو شخص عادي، وده اللي لفت نظري للشخصيه، انه شخص عادي شبه ناس كتير جدا موجوده، ما عندوش طموح زياده، قابل اللي ربنا بعته له وخلاص، راضي بقليله. الشخصيه دي كان مهم جدا ان احنا نلفت الضوء عليها، يعني نشاور عليها موجوده. اللي حاصل في المسلسل او في النجاح اللي حاصل ده، نتيجه ان احنا كنا بنعبر عن الناس، احنا بنكلم ناس شعبيين واحنا شعبيين، فعشان كده حصل اللقطه. هتعملوا جزء تاني يا فنان ان شاء الله؟ يعني مش عارف، يعني انا لغايه دلوقتي المعلومه مش عندي، ولكن لو حصل جزء تاني مش عارف الخيوط ممكن تبقى عامله ازاي. طب ما نعمل حاجة تانية جديدة أحسن. يعني نعمل حاجة أحسن. طيب إن شاء الله. طب هل هتبقى معانا في رمضان السنة دي؟ إن شاء الله بإذن الله. أنا عندي كذا حاجة بقراها، أنا بس كنا لسه مخلصين تصوير ضربة معلم تقريبا الأسبوع اللي فات. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا في الفترة اللي جاية، ونقدم كل ما هو مفيد للجمهور. ربنا يوفقك الفنان محمد نجاتي، تحياتي لك ولمحمد رجب ويعني شركة سينرجي، والحقيقة كلكم عاملين شغل محترم جدا، تحياتي وألف مبروك يا فندم. الواحد الحقيقة بيبقى خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الأولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.